وأنزلنا عليكم المنة والسلوى كلوا من طيبات ما رزق. انتوا عارفين الطير اللي بيسموه السماني؟ هو السماني. يبقى جاي لهم المن والسلوى دي لا عمل لهم فيه أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أحبابنا الكرام، معاكم أحمد رمضان من قناة كوكب الطيور والحيوانات. إن شاء الله النهاردة يا جماعة نتكلم عن فوائد بيض السمان أو فوائد طائر السمان بصورة عامة. إيه الحكمة إن ربنا عز وجل ذكر فيها طائر السمان في القرآن الكريم؟ إيه السبب من ذكر الله أو الحكمة من ذكر الله لطائر السمان في القرآن الكريم؟ للأسف إن أكتر ناس قدروا يعرفوا قيمة السمان أو قيمة طائر السمان من خلال القرآن الكريم كان الدول الغربية وبالأخص دولة اليابان. دولة اليابان هي تعتبر أول الدول اللي توصلت إن طائر السمان هو طائر عبارة عن طائر معجزة. حاجة تزعل إنك لو سألت عن طائر السمان في الدول العربية أو لو أنت في دولتك سألت على طائر السمان لأي مواطن أو أي حد، نادر جدا أو بسيط جدا اللي يعرف معلومات عنه، قليل جدا كمان اللي بيربيه وبيستفاد منه. إنما لو رحت لدولة اليابان أو لو رحت للريف الأوروبي هتلاقي إن طائر السمان طائر مقدس عندهم، طائر بيعترفوا بيه على إنه فعلا هو طائر معجزة ويستاهل إن ربنا يفضله عن باقي الطيور في القرآن الكريم. ليه ربنا عز وجل أو ليه الحكمة من اختياره لطائر السمان أن يكون هو مصدر غذاء لبني إسرائيل؟ ليه ما اختارش الدجاج؟ ليه ما اختارش الوز؟ وليه ما اختارش البط؟ مع أن الطيور المتاح أكلها أو الطيور المحلل أكلها تعتبر كتيرة مش قليلة، لكن ربنا عز وجل اختار طائر السمان لحكمة. العلم في النهاية توصل ليها وأكدها إن طائر السمان بالفعل هو طائر معجزة. إيه هي المميزات اللي بيتميز بيها طائر السمان عن باقي الطيور التانية؟ طائر السمان هو أسرع طائر في النمو وفي الإنتاج. طائر السمان بيقدر إنه يوصل لمرحلة البلوغ الكامل بمجرد وصول عمره لخمسة وأربعين يوم فقط. يعني لو بصينا لطيور الدجاج بتحتاج لست شهور عشان تديلك بيضة. الوز أو طيور البط بتحتاج برضو لشهور وفترات طويلة عشان تديك بيضة. الحمام بيحتاج لست شهور عشان برضو يبدأ في الإنتاج ويديلك بيضة. لكن طائر السمان ما مش بيحتاج غير 45 يوم فقط، 45 يوم فقط عشان يديلك بيضة واحدة بس، والبيضة دي تعادل في قيمتها الغذائية لخمس بيضات من بيض الدجاج البلدي. يعني بيض الدجاج البلدي يعتبر أو كلنا عارفين إن هو أقوى بيض أو أكتر بيض غني بالفيتامينات. إنما بيضة السمان الواحدة بس، بيضة السمان الواحدة فقط بتعادل خمس بيضات من بيض الدجاج البلدي في القيمة الغذائية وفي العناصر الغذائية اللي بتحتوي عليها. هناك مقولة في اليابان بتقول إن المنزل الذي يقوم بتربية طيور السمان هو منزل نجح في تأمين الغذاء الكامل لأفراد الأسرة. وده يا جماعة بيأكد قد إيه القيمة الغذائية أو قد إيه فوائد طيور السمان وفوائد بيض طيور السمان. فوائد بيض السمان للأطفال، إيه الفوائد اللي بيقدمها بيض السمان للطفل؟ بيض السمان يا جماعة بيعالج أمراض التقوس في العظام، وده لأن بيض السمان بيتواجد فيه فيتامين د واللي بيساعد على امتصاص الكالسيوم بنسبة كبيرة. بيض السمان بيساعد أيضا على نمو العظام وبيساعد على تكوين خلايا المخ وبيعالج أمراض التوحد. بيض السمان منشط قوي للذاكرة وبيرفع من كفاءة التركيز عند الأطفال. بيض السمان بيعالج تأخر النطق في الأطفال ويعالج أيضا التأتأة وصعوبة نطق الحروف. بيض السمان يا جماعة بيحتوي على جميع العناصر الغذائية والفيتامينات
ما عدا فيتامين جيم. تأكدت الأبحاث العلمية على توافر أيضا السيلينيوم واللي دوره مهم جدا لرفع كفاءة جهاز المناعة، يعني بيقوي المناعة بتاعة الطفل بحيث أنه يقدر يقاوم أي أمراض وبالأخص الأمراض التنفسية. بيض السمان تأكدت الأبحاث أنه بيعالج الأمراض التنفسية وبيعالج الربط، وأيضا له كفاءة عالية في علاج أمراض الحساسية، واللي بيخلي بيض السمان بيتميز عن أي نوع من أنواع بيض الطيور التانية. يعني أي بيض من بيض الطيور التانية بيكون مشكلة كبيرة جدا لو الطفل موجود عنده حساسية، فممنوع إنه يأكل بيض. بالنسبة لبيض السمان فهو بيعالج الحساسية، وده أكدته الأبحاث العلمية، وكان في براءة اختراع بتؤكد ان بيض السمان يعالج الحساسيه ويعالج الرهق. الصين كانت بتستخدم بيض السمان في علاج الامراض التنفسيه وفي علاج الرهق. بكده يا جماعه وصلنا لنهايه حلقه الليله، وبتمنى منكم تفعيل الجرس والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.